السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه من جديد وفي فيديو جديده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير. اذا اليوم في فيديو جديده مختلفه شويه على الفيديوهات السابقه. المهم اليوم ان شاء الله حبيت انني نهضر لكم في واحد الموضوع اللي ديجا كنت بغيت نهضر فيه وكنت يعني متردده، يعني حتى كتب انني نهضر فيه. المهم بالنسبه لهذا الموضوع اللي كيتعلق بالخدمه ديال بالنسبه للبنات اللي كاينين هنا في فرنسا اللي بغاو يخدموا هذه الخدمه هذه ديال لاسيسونت ماتيرنيل. هي خدمه انك كتقابلي الدراري الصغار في الدار، عندك في الدار. المهم غنشرح لكم لي زيتاب ولي ديمارش ديالها، وكذلك غنهضر لكم على التجربه ديالي. المهم في الاول غنهضر لكم على هذه المهنه هذه، وكيفاش انكم تدفعوا لها، وكيفاش ديروا لي ديمارش ديالكم. عاد باش نهضر لكم على التجربه ديالي، دونك اول حاجه البنات الا بغيتوا ديروا هذه الخدمه هذه كاين شروط ان خاصهم يكون عندك باش تفعل هذه الخدمه هذه. اول حاجه هي انه خاص تكون عندك اللغه، يعني تقني اللغه ديال اللغه تكون عندك مزيانه. هذه اول حاجه، يعني ضروري تكون عندكم اللغه. ثاني حاجه هي انه يكون عندك ليسباس في الدار، والدار ديالك تكون سيكوريزي من جميع النواحي. غنهضر لكم على هذا الشيء من بعد. المهم بالنسبه لهذا الا كنتي غتقابلي بغيتي تختاري انك تقابلي عندك الدراري الصغار في الدار، اما الا كان لك خيش او لا شي بلاصه اخرى المهم هذيك هضره اخرى. المهم كنهضر انا دابا غير بالنسبه على القضيه ديال انك تقابليهم في الدار عندك. والشرط الثالث هو انه تكون عندك درايه على هذه المهنه هذه، يعني ماشي غير تجي وتدخلي لها هكايا بدون ما تعرفي عليها حتى حاجه، يعني ضروري انك تبحثي وتعرفي على هذه المهنه هذه شي حاجه وصافي كتدفعي ليها. وحاجه اخرى، يعني هذه المهنه ما كتطلبش انك تكون عندك جنسيه، يعني اي وحده عندها كارت دو سيجور تقدر تدفع ليها، ماشي ضروري انه تكون عندك الجنسيه وصافي. وصافي البنات، حاجه اخرى هي انه ماشي ضروري انك تكون عندك جنسيه، يعني اي وحده عندها كارت دو سيجور تقدر دير هذه المهنه هذه تدفع ليها، ماشي بالضروره انه تكون عندك الجنسيه وصافي. فاش كتدفعي لهاد لاسيسونت ماتيرنيل، فاش كتبغي تدفعي ليها اول حاجه كتمشي اول حاجه غديريها في لي ديمارش، لانك غتمشي لواحد سيرفيس سميتو لا بي مي على حسب لي كارتي كل ديبارتمون هذا ديالها. المهم حنا عندنا هنا سميتو لا بي مي اللي كيتابع هكا كيتابعوا عنده الناس بالنسبه للاطفال، وفاش يلا كيتزادوا كتبعي عندهم لوالدك او لا الا كان مريض. المهم اختصاص ديالهم هادشي اللي بتعلق باي حاجه بغيتي تستفسري فيما يخص الاطفال وهادشي كامل كتمشي عندهم. المهم السيرفيس ديالهم راه معروف اي بلاصه كيكون فيها. المهم الا بغيتي تدفعي لهاد الخدمه هادي كما قلت لكم كتمشي لهاد السيرفيس هذا ديال لابيمي، كتمشي لاكوي وكتهضري مع اللي كتلقاي في لاكوي كتقول لهم. المهم هذه الطريقه اللي درت انا، كل واحد والطريقه ديالو، ولكن هذه هي الطريقه المعروفه. المهم كتمشي عندهم كتقول لهم باللي بغيت ندير لاسيسونت ماتيرنيل وبغيت نحضر الغيونيون دافورماسيون ديال لاسيسونت ماتيرنيل وصافي. كتقول المهم كتقولي ليها في الاول كتقول لك راه ضروري كتكون عندنا واحد لا فورماسيون اللي خاصك دوزيها هي الاولى عاد باش ديري لي زطاب الاخرين. المهم هاد لا فورماسيون هادي كتسجل، المهم كتسجلك هي وكتسجلك عندها في السيستيم، ومن بعد كتقول لك صافي سيري حتى نصيفطوا لك واحد البريه راه كيكون فيها. المهم من بعد كيصيفطوا لك بريه كيكون فيها لوجور ولا دات ديال هاد لا فورماسيون هادي وكذلك لادريس. صافي فاش كتقولي على هادشي كتمشي للدار هكايا، ميم با اون سيمين كتوصلك واحد البريه للدار هكايا كيقولوا لك فيها هادشي اللي قلت لكم لادريس ولا دات ولوجور فاش خاصك تمشي باش ديري هاد الفورماسيون هادي. هاد لا فورماسيون يعني ماشي شي فورماسيون كبيره اولا مده ديالها طويله، يعني ساعتين فيها غير ساعتين وصافي كتمشي. المهم على حسب كل واحد والبلاصه اللي تابع ليها فين غيدوزها.
صافي مشيت. فاش وصلتني ديك البريه مشيت دوزت ديك لا فورماسيون. داك النهار كيكونوا تما دي ساج فام و لي بيريكوتريس كيكونوا اغلب كيكونوا تما. صافي كيهضروا لك على هاد المهنه هادي ديال لاسيستون ماتيرنيل وخصائص ديالها. مهم فكره عامه على هاد المهنه هادي. المهم كتاخذي واحد النظره شامله على لاسيستون ماتيرنيل فاش كتخرجي من هاد لا فورماسيون هادي. ومن بعد فاش كتساليو ديك ساعتين ونص تقريبا كدوم من ساعتين حتى ساعتين ونص الى هذا الى طولات. صافي كتساليو فاش كتساليو هاد الفورماسيون هادي كيعطيوكم واحد الدوسي في الاخر كيفرقوهم عليكم باش هاد الدوسي هذا هو اللي غتقرري انت من بعد هاد الفورماسيون هادي واش تعمري ولا لا. المهم كتشدي الدوسي كتدي عندك للدار وكتشوفي وكتفكري مزيان واش بغيتي تدفعي لهاد المهنه ولا لا. ليكم كتشوفي هاد الدوسي هذا اللي فرقوهم عليكم وكتقرري واش انك تدفعيه ولا ما تدفعيه. الا كنتي المهم حتى تقرري مع راسك وتفكري مزيان وتكوني مقتنعه انك باغا هاد المهنه هادي حيت غير كتصيفطي لهم الدوسي فاش كتعمري دغيا كيجاوبوك وصافي. بعد ما عمرت الدوسي ما عرفتش عندي هنا نوريكم. المهم فيه بزاف ديال الوراق هكايا فيه بزاف كما قلت لكم كاينين بزاف ديال الوراق. وحده البارتي الاولى بعدا كتكون هذه اللي هضرت لكم هاد الصفحه الاولى كيكون فيها الشروط اللي خاص يكون عندك اللغه وبانه راه كاينه واحد انفورماسيون انيسيال خاصك دوزيها ديال 60 اور من بعد فاش كتقبلي وهذا. المهم كيقولوا لك داكشي كامل. وهذه كتعمري هذه فيها غير داكشي ديال الدار اللي خاص يكون سيكوريزي في الدار عندك لي فونيتغ وبزاف ديال لي بريز بزاف ديال الحوايج وخلاص. داك الاخر اللي كتعمري اللي كتصيفطي ليهم فيه المعلومات الشخصيه ديالك كامله وكتكتبي فيه ايضا بانك باغا هاد المهنه وعلاش اختاريتيها. تكتبي علاش اختاريتي هاد المهنه هادي بالضبط وصافي. منين كتعمري الدوسي هنا كتكون وحده اخرى فيها المعلومات ديال لادريس وهذا على حسب ديبارتمون اللي غتكوني فيه اللي قريب ليك. المهم بزاف ديال الوراق كتعمريهم. من بعد فاش كتعمريهم كتصيفطي الدوسي ديالك كتدفعيه. انا فين دفعتو يعني ماشي في نفس البلاصه فين دوزت لا فورماسيون وماشي نفس البلاصه فين دفعت في الاول باش يعطيوني هاد دوزت لا فورماسيون هادي. المهم على حسب كل وحده والديبارتمون ديالها واللي تابعه ليها في الكارتي ديالها. المهم انا دفعتو صيفطتني لواحد البلاصه اخرى فين دفعتو وصافي. تسنيت من با اون سيمين جاوبوني. المهم عيطت ليا. المهم المرحله التاليه من بعد انك تدفعي الدوسي وانك غادي تجي عندك البيريكولتريس للدار باش دير لك اون انتروتيان ولا فيزيت للدار. المهم هذه هي المرحله الصعبه انا بالنسبه لي في هاد المهنه هذه. هذه هي المرحله الصعبه باش كتجي عندك البيريكولتريس للدار. ليك بعد ما كيعيطوا لك انا صيفطوا لي البريه يعني كيقولوا لك بلي راه انا هضرت معايا البيريكولتريس براسها قالت لي راه غنجي عندك للدار نهار الثلاث ولا هذا والوقت. قالت لي غنجي عندك مع 9 ديال الصباح وصافي. المهم كتختاري معاها الوقت المناسب ليك وليها واليوم كذلك. صافي من بعد صافي مشيت كنبريباري يعني خاصك ضروري تبريباري لهاد لونتروتيان هذا. انا كنت ديجا قبل ما ندفع يعني كانت عندي درايه بهاد المهنه وكنت ديجا درت لي غوشيرش سيغ انترنيت. المهم قلبت بزاف وهضرت مع لي زاسيستون ماتيرني الاخرين اللي كنعرفهم. المهم كانت عندي فكره على هاد المهنه ماشي غير جيت ودرتها. كنت كنبريباري بزاف حيت فاش كتجي عندك كتعطيك عرام ديال الاسئله يعني بزاف ديال الاسئله كذلك. المهم كاينين بزاف ديال الحوايج في هاد لونتروتيان هذا. صافي من بعد فاش انا اللي وقع ليا فاش المهم كاين اللي كتجي عنده لاسيستون سوسيال للدار وكاين اللي كتجي عنده البيريكولتريس. تصور انا جاو عندي للدار بجوج وفاش صيفطت لي هادي صيفطوا لي البريه اللي غتجي هادي نهار ثلاث وقبل كاع ما تجي عندي صيفطوا لي بريه اخرى قالوا لي راه غتجي عندك لاسيستون سوسيال الثلاث الجاي بحال دابا غتجي عندي هاد الثلاث هادي البيريكولتريس الثلاث الجاي غتجي عندي اخرى.
وانا اشنو قلت انا مع راسي، قلت يعني غير عطوني يلا ديسيزا وقالوا لي بلي راه هذيك اللي غتجي عندك ماشي هذه. يعني حيت غير هضرات معايا في التليفون الاخرى قلت زعما كيسحب لي واش غير هذه اللي غتجي عندي غير الاخرى غير هذيك زعما. وصافي صدقوا جاوب صدقات جات هذه صراحه ما كنتش معوله 100% ولكن جات مع الصباح. المهم لقاتني صراحه ما كنتش معوله عليها 100% حيت فاش قالوا لي غتجي الاخرى قلت زعما هي غير هذيك اللي كاينه ما بقاتش هذه ساعه وبجاوب جوج. المهم جات هذيك مع الصباح. المهم خاصها تلقى الدار كلشي مجموع كلشي مقاد كلشي نقي. المهم حتى ما راه ما نعاودش لكم الا غتجي عندك للدار خاصك يعني كلشي 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 في بلاصتو كلشي يكون مقاد كلشي نقي. صافي كما قلت لكم جات. المهم استقبلتها وجلسنا هكا في الصالون. المهم كتجبد واحد الملف هكا والدوسي ما عرفتش داكشي كاع. المهم كتعطيك تبدا عليك في الاسئله عرام تصوروا معايا العرام ديال الاسئله. المهم اول حاجه كتسولك علاش اختاريتي هذه المهنه علاش باغاها واش منين تعرفتي عليها حتى درتيها يعني واش غير جاتك غير هكا ياك ولا كانت عندك فكره من قبل. وصافي انت كتجاوبيها وفاش كدوز هاد الاسئله الشخصيه الاولانيه ديال اللي شخصيه شويه عاد باش كتنتقل الاسئله الاخرى اللي متعلقه بالمهنه وكتعطيك الاسئله خاصك تجاوبي. المشكل انك كلشي يكون عندك صحيح الا ما كانش عندك كلشي صحيح راه لك غير موديل كترفض في نفس الوقت. وصافي المهم كتعطيك في العراب ديال الاسئله صراحه تصوروا معايا ساعتين ونص وهي كتعطيني في الاسئله وانا كنجاوبها ساعتين ونص. وداك النهار كنت صايمه عرفتي راه واحد التسخسيخه ما نعاودش ليكم. المهم انا دابا كنعاود ليكم وكنعاود ليكم على التجربه ديالي في نفس الوقت. صافي المهم الاسئله كتقول لك مثلا امتى خاص الطفل اولا هذا البيبي امتى اش من لاج خاص يكون يعني خاصك ديري في لوبو يعني اش من لاج خاص يكون. ومثلا انت كنبداو ليه لا ديفيرتيفيكاسيون ديال يعني الماكله انت كنبداوها ليه اش من شهر وكيفاش كندخلوها ليه بالتدريج. ومهم كلشي داكشي مرتبط بالماكله وكتسولك الاسئله كيكون صعب شويه. ممكن يديروا بعض المرات كيديروا لك غير الفخ شي اسئله فيهم الفخ باش تشوف واش غتجاوبيها نيت صحيح ولا لا. مثلا انا قالت لي هادي نيت ديال لوبو نورمالمون. انا قالت لك مثلا الا جات شي ام وقالت لك ولدي ديريه في لوبو يلا عنده 9 موا قلت لها لا ما يمكنش يعني ديك نفمو يعني باقي صغير على لوبو وماشي لاج ديالو حيت لوبو ابتداء من عامين كنبداو نعلموه. وتاني حاجه خاص ضروري يكون قادر يعني نفسانيا وجسديا وحتى تكون عنده الرغبه هو ماشي غير نجيو بزز عليه نقول ليه اجي لوبو. يعني قلت لي غنعرض الام ديالو ما غاديش نبغي وهذا زعما جواب صحيح. بالعكس اللي قلتي ليها واخا غندير داكشي اللي قالت ليا ماما اولا راه ماشي جاوبتيها صحيح ولكن راه العكس حيت هذه مسؤوليه سي صوت ماتيرني عليه مسؤوليه. وصافي اسئله بزاف الا سخف لك الطيف واش غديري ليه الا نعس ما بغاش يفيق. المهم بزاف ديال الحاجات وكتسولك عاوتاني على لي نيميرو ديال اورجون خاص يكون عندك كاملين تعرفيهم. صراحه انا كانت سولتني على بزاف في شفتي ما كنتش عارفاهم وهذا حتى هو كان من بين الاسباب اللي المهم ما كنتش عارفاهم ولكن جات عندي المره الثانيه وجبتها. المهم كتسولك بزاف اي حاجه طاحت لك على البال غادي في هذه المهنه هذه كتسولك عليها وكتسولك كذلك الا كانوا عند اش ديتي جوج اولا ثلاثه وكيفاش غديري ليهم الا غتخرجيهم واش في لابوسيت واش في بورت بيبي واش كيفاش غتعاملي مع ثلاثه ديال الدراري الا كانوا عندك واحد صغير جوج كبار. المهم داكشي تري كومبليكي. صافي كتسولك اسئله كثر بزاف وما هادشي اللي تذكرت كاينين بزاف. وصافي من بعد كتقول لك راه غندير وكتدخل في شي اسئله اخرين شخصيين بزاف بحال الفولار كتشوفك واش دايره الفولار واش كديري الفولار على برا واش الا كنتي خدامه غديريه ولا غتحيديه واش. المهم بزاف كتدخل في اسئله خصوصيه وشخصيه جدا
كتقول لك واش كتاكلوا هذا، واش الحلوف هذا، واش تقدري تطيبيه عندك في الدار، واش المهم اسئله شخصيه بزاف كتدخل فيهم. وصافي من بعد فاش كتسالي معاك هاد الاسئله هادو كتقول لك دابا غندير لا اون فيزيت للدار. الدار عندك خص بارتي بار بارتي، المهم لا كويزين، التواليت، لي شومبر، الصالون، كلشي كتشوفو. كتبدا بالكوزينه كتقول لك زعما كتشوفها واش سيكوريزي، واش ياك ما كاينش شي حاجه خطر على الاولاد. وكتشوف هذا لي هذا لي تيغوار، وكتشوف كلشي واش كيتسد لي بلاكار، واش عندهم هذوك لي بورت باش كيتسدو، بورت كلي ديال لي بورت ديال المجوره، كلشي اي حاجه عندك. كما قلت لكم كتشوف دوك الادوات الخطيره في الكوزينه بحال الماس والفرشيط، داكشي كامل كتقول لك واش درتيه الفوق، حيت ضروري يكونوا الفوق ولا تسديو عليهم في شي بلاكار ولا شي حاجه بحال هكا. المهم انا كنت عارفه كلشي، يعني قديت كلشي، داكشي اللي خطير درتو في الفوق، وحيت كاع داكشي اللي خطير على الاولاد حيتو من تحت لي بلاكار تحت ودرتو الفوق. وصافي كتسولك عاوتاني على لي برودوي ديال الميناج فين دايراهم، واش دايرهم في الفوق ولا شي بلاصه يعني ما تكونش قريبه للدراري الصغار. انا كلشي درت له، جمعت كلشي درتو زعما في البلاكار الفوق، عندي واحد البلاكار درت فيه كاع لي برودوي. شي بالنسبه لي ميديكامون كتسولك فين دايراهم، واش دايراهم في بلاصه بعيده على الطفل. المهم انا ديجا حي درتهم في واحد يعني البلاصه ديالهم خاصه بعيده على الطفل وصافي. المهم الهضره كثيره بزاف، الا جيت نشرح لكم بالتفصيل كلشي راه غنطول في الفيديو. بالنسبه لي شومبر كتشوف واش مسيكوريزين، لي فونيتر واش العلو ديالهم ياك مهابطين بزاف. المهم الا هابطين راه ضروري سواء هابطين ولا طالعين راه ضروري كديري ليهم دوك البورت باش كتسديهم اولا كتحيدي البواني. المهم كتسيكوريزي لي فونيتر كتشوف ياك ما عندك البالكون، حيت حاجه في الدار ما كتزقلهاش بهاد المعنى. كلشي كتاخذو بعين الاعتبار وكتشوف واش يعني سيكوريزي. و طواليت نفس الشيء كتشوف ياك ما فيه شي حاجه خطيره، الدوش لا ميم شوز، لي برودوي تجمعيهم كلشي تجمعيه اللي حدا لافابو، واي حاجه قريبه للطفل ضروري تحيديها. ديكم لا ميم شوز بالنسبه للي طواليت الدوش، كلشي كتشوف ياك ما كاينش شي حاجه خطيره على الطفل. لي برودوي كاملين خاصك تجمعيهم حتى الا كان عندك البينوار حداهم. كتشوف ايضا البلاصه اللي يعني اللي غيلعبوا فيها لي سباس ديالك، كتقول لي فين هو لي سباس ديال لي زونفون، يعني كتوري لها المكان المخصص اللي خصصتيه انت باش يلعبوا فيه هاد لي زونفون هادو. كتقول لك البلايص فين غينعسوا كل واحد قولوا لي ديالو شاكان بارسون لي. وكتقول لك ايضا وكتشوف لي جوي بزاف ديال الحاجات، وكتشوف لي سباس واش عندك البلاصه ديال النعاس بوحدها، البلاصه ديال اللعب بوحدها. وصافي كتسولك على عدد الاطفال اللي بغيتي تشدي في هذه في الاول نسيت ما قلتها لكم. صافي المهم كتشوف كل شيء اي حاجه في الدار، صالون، طابل، لا طابل تكون سيكوريزي من جناب، وكتقول لك فين غتوكليهم يعني السباس ديالهم خاص بالماكله. وكتقول لك اول حاجه هذه ما قلتهاش لكم في الاول، كتسولك على عدد الاطفال اللي بغيتي تشدي واللاج ديالهم اش من لاج بغيتي. وصافي كتشوف كلشي كتقلبوا، كتسول بزاف ديال الاسئله. كاينين بعض الاسئله اللي هي شخصيه جدا، تقدروا ما تجاوبوهاش الا ما بغيتوش، يعني ماشي اوبليجي انكم تجاوبوها على كل شيء. الاسئله اللي كتقول لكم الشخصيه بحال مثلا الصالير شحال كتشدوا في الصالير انت وراجل ديالك ولا شحال، المهم بحال هكا اسئله خصوصيه جدا الا ما بغيتوش ما تجاوبوهاش، يعني ماشي ما دخلش في الاغريمون. وصافي كتشوف كاع داكشي اللي عندك في الدار في الاخر. صافي كتمشي كتقول لك المهم بالنسبه لي انا صافي مشات وقالت لي راه غتجي عندك لا سيكوريتي سوسيال لا سومي بروشين، يعني لا ميم جوغ جات عندي نهار ثلاث وفي نفس الوقت، حتى هي جلست معايا ساعتين ونص ديال الهضره وساعتين ونص ديال الاسئله، تقريبا نفس الاسئله
اللي سولتني واحد السؤال على لولي باغابلوي، قالت لي اللي شنو هما الشروط ديالو والطريقه ديالو، سولتني على بزاف ديال الحاجات فيه. قالت لي زعما واش المهم، قالت لي بالنسبه للولي باغابلوي، قالت لي اشنو هما لي كونديسيون ديالو، بزاف ديال الحاجات الصراحه في الاول ما كنتش عارفه، ولكن المره الثانيه فاش جات عندي هذه جاوبتها. لولي باغابلوي سولتني بزاف ديال الحاجات، كيفاش قالت لي واش كنديروا فيه الماطله ولا لا. المهم انا قلت في الاول قلت لها هي ضروري من الماطله، ولكن فاش قريت وبحثت شفت بلي يعني لولي باغابلوي يعني سون ماطلا، يعني ماشي ما ديريش ليه لولي، هذا عفوا ما ديريش ليه الماطلا، حيت ديجا فيه ديك هذه كتجي معاه وحده في التحت، هذه كافيه. حيت وقالت تقول لك علاش زعما، قلت لها زعما باش ما يتكوانساش ليك البيبي يدو لا رجلو ما بين الماطلا وما بين لولي باغابلوي. المهم هو كومبليكي شويه هاد لولي باغابلوي، عطاتني عليه بزاف ديال الاسئله وصافي، كتسولك بزاف وبزاف ديال الاسئله حتى طلعت لي في الراس. هذه لا بالنسبه الاولى ولا بالنسبه للثانيه، هذه لا ميم شوز، هي بريباريت كلشي، وجدت الضرر كلشي، نقيتو كلشي، قديتو كلشي في بلاصتو وجمعت كلشي، وبريباريت عاوتاني لي كيستيون، يعني بزاف ديال التماره صراحه. وصافي بالنسبه لهذه الثانيه تصوروا معايا فاش ساليت معاها، دارت حتى هي لا فيزيت للدار، قالت لي الحوايج اللي خصها، قلت لها زعما واش صافي بركه، قالت لي لا غنرجع عندك، نرجع عندك لا سوم بروشين. قلت لها ويلي، قلت لك صافي كنسحب لي انا واش صافي زعما، حيت جات عندي هادي والثانيه. قالت لي واش مديرونجيك زعما واش، قلت لها لا لا عادي زعما، غير جاتني عجب شويه انك يعني تجي المره الثالثه. نورمالمون الا ما كانش غيقبلوا ليك لا غريمون اولا الا رفضوا لك، يعني من المره الاولى كتبان اولا من المره الثانيه صافي، هي لا المره الاولى الثانيه الثالثه، وقالت لي عاود غنرجع. صافي رجعات ونفس الاسئله، جاوب بجوج هذه المره، جاوب بجوج المره الثالثه، جاوا مجموعين هي ولا بيغوفيلتريس سيكوريت، هذه لا هذه الاخرى سميتها يا ربي اسيستون سوسيال مع البيريكوتريس، جاوا مجموعين بجوج. وركزوا لي على واحد السؤال اللي كانت سولتني هذيك في الاول، وهو باش شدوني ساعتين كامل ديال الهضره، وقالوا لي شي اسئله اخرين على لي نيميرو دو سيكوريتي وهادو لي نيميرو ديرجونس عفوا. وقالت لي عاوتاني هضري لي على الا جا عندك الطفل النهار كامل شنو غديري، يلا انت عاودي لها من الوقت فاش يحطوه ليك والد، من الوقت ديال الاستقبال حتى الوقت ديال انك تودعيه. قالت لي عاودي لي على النهار ديال اللي كان عليهم كاملين، وكتقول لك لي زاكتيفيتي كل واحد ولاج ديال اي اج زعما، كل عمر ولي زاكتيفيتي ديالو والماكله ديالو والنعاس ديالو، كيفاش غديري في النهار كامل الا كانوا عندك. مهم تهضري ليها على كل شيء من الاول، من 8 ديال الصباح حتى 7 العشيه. صافي بديت كنعاود ليهم حتى عيد صافي. المهم قلت ليها المهم حتى من بعد ونشوف زعما، المهم سمح لي راه طولت في الفيديو وصافي، هذا الشيء اللي كان. وفي الاخر رفضوا لي لا فريمون، قالت ليها المهم كان كيسحب لي زعما صافي غيقبلوا، حيت ما كانش قلت لي كل شيء زعما عندك مزيان، الدار قاده وكل شيء، وعلى ذلك فاش صيفطوا لي البريه يعني كتقلت لها خاصها شي يوم عاد باش كيجاوبوك اولا كاع اكثر شهر تقريبا. المهم فاش شفت انا ديك الورقه اللي صيفطوا لي ما فيهاش شي اسباب مقنعه، وما فيهاش شي اسباب اللي هي يعني تستحق انهم يرفضوا لي لاغريمون، ما فهمتش يعني فيها واحد السبب يعني واحد صافي. لا قالت لك حقا هذاك ما قلتيش لي لي زوغيغ ديال لو طرافاي ديال لاسيستونت ماتيرنيل، وانا صراحه جاوبتهم عادي زعما، قلت لهم لي زوغيغ ديالي والتوقيت وهذا، وفاش قلبت يعني الجواب كان صحيح، ومع ذلك كتبوه لي كسبب من بين اسباب الرفض ديالهم الاغريمون ديالي، يعني ما قبلوهاش. صافي قالوا لي زعما الا بغيتي تعاودي تدفعي راه غادي يقبلوك، يعني تعاودي حيت كاينه واحد الحاجه في هاد لاسيستونت ماتيرنيل كديريها المره الاولى، فاش كيرفضوا لك المره التاليه داخل 3 شهور قبل على هذا الشيء اللي فات
فاش جاو عندك 3 شهور ما تفوتش، خصك عاوتاني تدفعي ليهم وتعاودي من جديد الدوسي، وكيقبلوك ديك الساعات عادي. ولكن انا فاش داروا لي هكا وتسخسيخا، جاو عندي 3 المرات وهذا، وجاوبتهم كلشي صحيح، وكنت زعما ماشي غير جيت ودرت هاد المهنه هذه، حيت ديجا قلبت عليها وكانت عندي درايه وصافي. قلت والله ما نعاودها صافي، صراحه طلعت لي في الراس وطلع لي هادشي في الراس. وصراحه مهنه صعيبه، فيها مسؤوليه، الدراري فيها مسؤوليه، ماشي زعما اللعب، خاصك تكوني مسؤوله، ويعني تكوني زعما مسؤوله لواحد الدرجه ما تصوروهاش، حيت ماشي سهله ان الواحد يخلي لك ولده الا وقعت ليه شي حاجه راها مشيتي فيها وصافي. المهم ما كتبش وقالوا لي تعاودي، ما جاوبتهمش مازال، وما رجعتش عاودت الدوسي وما درت حتى حاجه صافي، ما بغيتش كاع انا هاد الخدمه صراحه صافي. فاش شفت المهم غير معاودي هكا، صراحه صعيبه صعيبه بزاف، انك يعني خاصك تردي البال الا توقع شي حاجه، الا وقعت لا قدر الله راه مشيتي فيها، ماشي بحال المغرب هنا الا وقعت شي حاجه للدري راه انت اللي كتكوني مسؤوله 100%. المهم بلا ما نطول عليكم في الفيديو، هكا كانت تجربتي مع هاد لا دوموند داغريمون داسيسون ماتيرنيل، وهكا كانوا لي زيطاب ولي ديمارش. كنتمنى نشرح لكم كلشي، انني شرحت لكم كلشي بالتفصيل ووضحت لكم كلشي. المهم هذا غير بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا على هاد المهنه وكيسولوا ما كيعرفوش كيفاش، انا في هذا الفيديو شرحت لكم كلشي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون واضح ويكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا النوع ديال الفيديو ما تنساوش تقولوها لي في التعليقات، وتخليوا لي لايكاتكم، وتبارطاجيو ايضا هذا الفيديو مع اصحابكم باش تعم الفائده والكل يستفد. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.